عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسألني حضرتك يا عم الشيخ ليا سؤال بس. تفضل. كنت يعني أنا موظف في شركة وبعدين غبت يومين فالمدير بتاعي عمل قرار فصل. فأنا كلمته قلت له مدام فصلتني كده أنا ليا حقوق عندك زي ما القانون بيقول. فرجع مدير الشركة أو صاحبها؟ نعم يا فندم. مدير الشركة أم صاحبها؟ لا صاحبها. رجع قال لي لا أنا الحقوق يعني أنا لما كلمته بصيغة يعني رسمية وبعدين قلت له علشان ما أكونش أنا من المتصفين أو أنت من المتصفين فدي حقوق ومدام حضرتك ارتضيت بقانون العمل يبقى لازم تديني حقوقي تبع القانون. راح قال لي لا مدام كده انا قفلت الشركه خلاص وفعلا النهارده كل الزملاء اتصلوا بيا ان هم اترفضوا انا قفلتها ورفض كل الناس. ففي ناس محملاني بيقولوا لي ان انا اسلوبي هو السبب في رفضهم فهل انا يعني اقسم على ذلك ولا انا لا اظن ان صاحب الشركه تربح وتكسب يغلق الشركة من أجل تصرف فردي صدر من شخص لا بد أن يكون درس وضعه دراسة تامة. هو الوضع الشركة شغالة فيه يعني بس احنا ننظر أولا يعني هل اتفضل. السؤال هو يعني أنت لما تعاقدت معه على شيء معين وفى به أم لم يفي به؟ أسف يا شيخ مش فاهم. أنت تعاقدت معه على شيء معين سواء أنك تشتغل وتأخذ أجر قدره كذا كذا أوفى وفى به أم لم يفي به؟ وفى بأي شيء يعني مفيش إذن معنى أنك تتحاكم إلى قانون العمل. قانون العمل هذا خارج الاتفاقيات الشرعية التي بينكما. أيوة تمام. فأنت أظن ظلمت نفسك لما قلت أتحاكم لقانون مكتب العمل وما مكتب العمل. هو الرجل تعاقد معك تعاقدا معينا أنا فلان فلان أنت تعمل عندي 5 ساعات ولك راتب 1000 جنيه مثلا. وحصل فعلا في البداية كان التعاقد كده لدرجة أن أنا ما قدمتش ورق لوقت طويل يعني خلاص كده هو يعني حضور وانصراف وجهاز بصمة وكده. قلت له أنا شغلي في البرمجيات فقلت له أنا شغلي عموما أنا بتكلم بصفة عامة إذا كان وفى معك بما اتفق معك عليه فهذا الرجل ما أخلف شيئا ولا خلف أمر الله. كونه مشاك من حقه. الآن المصانع تتضرر كثيرا مع الدولة. المصانع الآن تخسر خسائر فادحة فهو بيدرس وضعه وقل أنا عايز أصفي 5 من العمالة حتى أستطيع أواصل عملي ما أنا مستطيع أغطي رواتب الموظفين فأنا في خسارة فبيفصل بعض العمال فهو يعني ينتظر أي خلل من واحد يفصله حتى يحافظ على الكيان ككل. فأنت هددته أنك ستغلق أنا هددته بالشرع يعني أنا قلت له مش بهددته بالشرع هددته بالباطل بالقانون الوضعي لكن لا قلت له هددته بالقانون الوضعي يعني اتفقنا على يعني انت عايز تطبق القانون الوضعي فطبقه برضه في حالتي. قال لي اشتكيني قلت له عمري ما هشتكيك يعني راجع نفسك ليس لك حق. ماشي الله يسلمك بارك الله فيكم.